باب ما كل محمد حلب على التليفون عم نلعب فري فاير ده عادي وراح نطلع الأول. جاهزين يا شباب؟ أنا ماني مشتري شي يعني مشان هيدي بعد جديد بالقديم كنت مشتري كل شي ماني مهكر ولا شي. من اول ما تنسى بتلاقي كلاشن بعد بالبيت. واه انا معي خرج الشنطة البستة خلاص بدونه عشان بدنا نقتل قلتلكم اريد شنطة بنفس الفيديو في فاير شنطة يعني يمكن تصير مليون عرفت يعني كل يوم باليوم يمكن نزل فيديوهين قد ما بلحق الدنيا you
فين على المطار؟ لا انا من لبنان مش من بلد تاني. روح بنروح معلش، هاي الطيارات تسافر ما فينا. خلينا نفوت على المطار نشوف شو في جوا. هذا المطار شو في بلبو. ابنك لشان او ماما خلطو شتها خلني خلط وين سبرت او ماما تخلطيش بغدا من أص من سكتة نشوف من وين بدها تمشي. بعيد عنا منيح منيح خي. الحمد لله ما في حدا يا زلمة. يعني نضل منه خلاص من هي جمبة الباب. وين نحن نحتاج إن شاء الله غدت الدنيا. بس ما فهمتش اللعبة. اي لا في التليفون متحك. طب جي لسه في زون. السلام عليكم. حوادي حسن اشتريهم بصاري تعرفي حسن؟ وليك اشتريتهم بصاري.
الفارغ الحقوني ده مش المصاري يا أهبل شو بنضرب كل مرة عادي ما بس هيك عشان يعملنا يهون كنت هننزل فيديو هذا أكبر هاكر بهالعالم محمد حرب قلت له أنا اسمي الحطب أقوله أكبر لايك وأنا مع يوتيوبر بس ممنوع يبعثوا على اليوتيوب مش إنه أكبر قالوا له كم واحد بعد فيه 13 حطوا لي لايك ما صدقوا هو نوب مين قالكم هيدا كذاب مثل ما قلت لكم مثل ما قلت لكم الكبار كانوا يلعبوها بس الصغار بطلوا يلعبوها انا فرجيك عشان ممنوع تبعد اليوم او انت ممنوع بلا انا في اليوم طيب يا شباب حط لايك وهيك وهيك يعني مثل ما بتكون عايش خصتي او من كفي لل 13 خلص يا ناس على اللي بقى اوه صنع جميل انا وقت مطبق فرشت أنا يلعب فوتبول على بلاي ستيشن طيب يلا باي 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 يا شباب والله من كف التسعة خلاص ما انا ما قتلت حدا مش ما لا اضحك نعم يا شو بدي اعمل كيف حطوا لايك وخلاص ويلا باي 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 يا شباب